يلا هسه راح يبلش يسجل. هسه هاي كليشه ثابته وبين القوسين نكتب هاي المنطوق. السؤال هو رايت سي بلس بلس بروجرام، اكتب برنامج بلغه سي بلس بلس ذات برنتس اود نمبرز، شو يطبع لي الارقام الفرديه؟ يا ارقام فرديه less than or equal an input number، less than or equal to an input number. زين هذا المطلب الاول، يطلع لي الارقام الفرديه. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه، انت لما تكتب برنامج سويها واحده واحده، تمام. الشغله الثانيه print their sum، اجمع اطبع لي مجموع كل الارقام الفرديه، يعني ارقام فرديات مو طلعهن، اجمعهن همين. and count وعددهن، يعني كم رقم فردي. خوش واضحه. نحط الكليشه مالتنا مال البرنامج مالتنا اللي هو include io stream زين using namespace standard integer main قوس بدايه ونهايه، وهنا نسوي return صفر. هاي الكليشه اللي بعدني كل شيء مكاتب، هسه انا كل شيء محاط مكاتب. هالمره راح نستعمل كلها global variables، يعني كل ال variables المتغيرات اللي راح نستعملهم كلهم. شنو راح نستعملهم؟ هنستعملهم global هنا مو داخل الفانكشن وانما برا الفانكشن، يعني البرنامج المين ما يشوفهن واي فانكشن ثانيه ممكن يشوفهن، مو بس داخليه. لا احط هنا التعريف يعني يصير داخليه بس المين فانكشن يشوفهن. انا حسويها global variables. يعني من نستدعيهن من غير ما نقدر، قصدك دكتور global يعني كل الفانكشنز تقدر تشوف المتغير مالتي. هسه احنا دارين نطبع فردي، تمام، odd numbers. ما يحتاج لشرح انه كلمة زوجي وفردي عدد صحيحة، يعني ماكو ثلاثة وخمسة بالعشرة وسميها فردي لو زوجي. الفردي والزوجي لازم اعداد صحيحة، تمام. فهذن كليتهن لو سير اند شورت، لو انتجر لو لونج. انا راح استعمل لونج من نوع لونج كليتهن. خوش زين. لونج انتجر هذا اللي هو راح اعطيه متغير الاول اللي هو انبوت نمبر. انبوت نمبر هذا اللي اليوزر راح يعطيني قيمته. شو احتاج بعد؟ احتاج بعد اود نمبرز. زين اود نمبرز اور ذا اود نمبر، نسميه ذا اود نمبر. همنا نوع لونج، همنا لونج. هذه الأرقام الفردية اللي هي شنو؟ جزء من هذا الانبوت نمبر. مو صحيح لازم شنو؟ رايت سي بلس برنت اود نمبرز ليس ذان اور ايكوال ان اود نمبر. فهذه الاود نمبرز نعطيه بداية كتعريف أساسي، نعطيه قيمة واحد. زين؟ الانبوت نمبر ما نعطيه تعريف، هو راح يصير إدخاله، فاحنا راح ندري أنه هنا راح نسوي cn، تمام، اللي هذا الانبوت نمبر راح يتم ادخاله. خوش قلت له كوبي بيست. زين قبل ما اسوي cn انا اسوي ده عاده شنو تعريفيه دلاله انه اقول له سي اوت، ادخل لنا القيمه، رجاء ادخل لنا القيمه بليز. Enter the number or your number. مو مشكلة. Number. هذا راح يطلب إدخال القيمة، هنا ندخل القيمة. زين هسه احنا راح ندي نحسب شنو شنو الأرقام شنو الأرقام الفردية اللي قبل ما أوصل هذا الرقم. راح نقول هالشكل print أو t out، عفوا زين هذا ال odd number اللي هو أول شيء واحد حيكون صحيح. قبلها راح اكتب ملاحظه، حقول له the odd number is، تمام، حتى يصير الحكي واضح مو بس ارقام تجي تنطبع. the current
odd number is. هاي العبارة كل مرة راح تنطبع. الرقم الفردي الحالي هالقد. الرقم الفردي الحالي هالقد. هاي كل مرة راح تنطبع. هسه هنا أنا راح أزيد الـ odd number باثنين حتى يبقى نروح للمرحلة الثانية الفردي. زين؟ هذا يساوي نفسه زائد اثنين. هنا راح أكيك. أوكي؟ F شلون؟ بس راح استعمل if statement لأول مرة. خوش حكي؟ إذا كان هذا if odd number هذا خلينا نشوف دقيقة. هذا يطلع الف يلا. هسه راح تطلع شنو ما نعطيكم الاف ستيتمنت جزء من هذا ما اقدر اشوف لا 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 ابد ما ماخذين داله الاف ما درستوا لي هسه الاف ستيتمنت تمام هسه راح اشوف هسه هنا اف هذا يساوي هذا تفتح قوس الز هالشكل بهالطريقه تمام اف هذا الأود نمبر ورا الزيادة أصغر ويساوي ذا أنبوت نمبر إذا أصغر شو نسوي؟ نطبع then see out هذا ما نكتب لان نكتب اذا لا مو هذا الشكل نسوي شيء ثاني تمام هاي الاف والفين اف هذا اصغر ويساوي الاكشن اللي نريده انه سي اوت احنا السياره حطينا هنا تقدر تقول له روح go to زين تحط له هنا مثلا اي حكايه نسويها نقول له هنا print انا مثلا مكان اشرنا سوينا print فعلامه داله فهنا go to print حتى يروح هنا يطبع مرة ثانية وزيده وإذا كان إذا كان دالة عادل الإف شلون؟ go to هسه هي نعتبرها دالة عادل الإف لو كطبوعة بس معنى الإف تشيك إذا هذا أصغر ويساوي إذا نروح لهنا ارجع اطبع إذا مو أصغر ويساوي إذا كمل عرفت شلون؟ يكمل وخلاص هسه هذا لو نجينا نفذناه ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ هسه خلينا نجي ننفذه شوف ايش راح يصير. طلعنا ايرون بس خلينا نشوف شنو الغلط. اكسبكتد سيمي كولن ها هنا ماكو بعد شيء لازم اكو شيء ورا ليش؟ زين. انتر يور نمبر خلينا نحط في الرقم مثلا 7 زين وندوس انتر. شنو الغلط؟ قام يخبط ذكرت نمبر ذكرت اود نمبر 1 ذكرت اود نمبر 3 ذكرت اود نمبر 5 ذكرت اود نمبر 7 وطلع حط شيء فوق شيء بالطبع اكو عندي هنا غلطه شنو هي؟ انه هنا المفروض كنت اسوي اند لاين مثلا تمام؟ تترك سطر اند لاين اور يلا
هسه هنا حتى ينزل كل مره سطر. ها ورا ما نخلص نقدر ايش نسوي؟ ها هي خلاص. هسه هنا ايش راح يسوي؟ اول ما يبلش يطلب يتخرق من دخل القيمه، يسوي سي ار كرنت اود نمبر، هو واحد يفترضه واحد، يقول لك ذا اود نمبر. طبعا ذا اود نمبر زيده باثنين ماشي، و سي ار كرنت اود نمبر بلش بواحد زين. اي اذا كان هذا اصغر ويساوي القيمه المدخله ارجع مره ثانيه، واذا ما كان اطلع من عنده. فهسه بهاي الطريقه ايش راح يصير؟ حنحط هنا هسه هنا هسه هذا يشتغل كامل. هسه خلينا نجربه مثلا، بس شنو الشق الاول، هذا الجزء الاول، وراها نكمل الجزء الثاني والثالث. شوف شلون. بليز انتر يور نمبر، حطينا مثلا قيمه 8 تمام، انتر. The current own number 1 3 5 7 وصل 9 طفر، سد البرنامج. اذا البرنامج دي يطلع القيم الفرديه اللي تساوي والاصغر من 8 من القيمه المدخله اللي هي صحيح. هسه ايش يقول لك؟ يقول لك print their sum، احسب لي اياها. فاجي اسوي هنا في المتغير اسميه sum long sum زين. أعطي قيمة أولية اللي هو صفر زين. أجي شو أقول؟ أقول هنا أنا سم يساوي سم القديم تمام زائدا الأود نمبر. حاجين بالاخير هنا أنا اطبع السم لانه ما احتاج يعني شو اسمه، هي تظل تتراكم هنا تزيد وتنطبع بالاخير. هنا أنا اقول سي اوت لاين، هنا أنا اقول دي سم of all odd numbers is مجموع كل الأرقام الفردية هو هذا زين. ننفذ وأعطي قيمة مثلا رقم فردي أو أي رقم فردي أو زوجي، خلينا نحط قيمة 6 حسب لنا 1 و3 و5 وجمع لنا 1 زائد 3 زائد 5 المفروض يصير شنو؟ المفروض يصير 9 اي طلع 15 ليش؟ غلط، جمع 6 وياهن. لازم نصلح هاي الشغله. ليش جمعها وياهن؟ لانه قبل الاف ستيتمنت. اذا نخلي هذه عمليه الجمع تمام. إذا هذا أصغر ويساوي، إذا طفر هذا صار أكبر منه يطلع، فما راح يجمع وياه. إذا صار أكبر صحيح، لين جمع هذا ذا أود نمبر والإنبوت نمبر اثنين صار نجاوب صار اثنين. خلينا نشوف شلون يصير. خلينا نحط قيمة 6 مرة ثانية. Sum of all odd numbers الصفر بعد واقي صفر. هذا انه من يقدر يقول لي ليش طلع غلط؟ لان سويتها ورا الجوتو مو قبل الجوتو، فده يطلع ده يروح للجوتو ده يعوف ده يطفرها ما ينفذ من اي شيء، فالسم ده يبقى قيمته ما تتغير الى حد ما ينتهي البرنامج. هسه المفروض تصير صحيحه زين. هسه خلينا قيمه 6 صارت 8. يعني شنو؟ هسه احنا افتهمنا شلون هي 9 دكتور.
لازم 9 اي صحيح لازم 9 صحيح حتى نعالج ناخذ القيمه الاوليه نفس الاود نمبر على اعتبار نضيف الواحد منها تمام على اعتبار سوينا عمليه جمع بالبدايه او نقدر نسوي عمليه جمع واحده هنا قبل البرنت نقول السم يساوي سم زائد اود نمبر نفس هاي نعيدها هنا تمام وين بقي صفر نفس الشيء نفس المعنى تصير 9 لانه اكو واحد كان ينجمع لي قدام مثلا ساي 6 هسه مضبوط دكتور شلون شنو المشكله بس ممكن اعرفها هسه مضبوط شنو المشكله المشكله كانت حطينا عمليه الجمع ورا الجوتو فمن دي يطلع صحيح هو اصغر دراسه عنده يصير جوتو دي يروح ما دي يسوي عمليه الجمع هسه حطينا الجمع قبل جوتو هاي الفرق عرفت الفكره نفذت بالاف يعني اي نفذت داخل الاف ستيتمنت هسه يريد هو مطلب اخر يقول لك ايش قد عددهم نسوي متغير نقول لك كاونت اللي هو انتجر اعتيادي لانه الكاونت ما راح يصير عدد كبير كاونت نعطي قيمه كبدايه صفر هم هنا لانه حنحسب تمام فكل ما نسوي هذه نحسب وياها فكاونت يساوي كاونت زاد واحد اللي هو هذا الكاونت مو صحيح كاونت يساوي كاونت زاد واحد اجى هنا أنا اول مره كاونت يساوي كاونت زاد واحد زين اجى هنا أنا اول مره مثل هذا السم اجى سواها واحد تمام طبعا اول واحد وراه هنا زيده باثنين هنا زيد الكاونت بواحد وقام يشيك وراه ايش اسمه هنا طبع سي اوت ذا كاونت of all odd numbers as ايش قد عدد كل الكود نمبر الاود نمبرز اللي هنا سنكتب كاونت صحيح؟ وهم من الزود وهم من الاند لاين خلينا نشوفه والله هذا وهذا وهذا اوكي اعتقد كاونت هذا ما محجوزه الكلمه فالمفروض يقبلها فخلينا نشوف موقع كلمات محجوزه ما يصير نستخدمها مثلا كاونتر من توقف عليه يشير لك شكو كاونتر موجود به هسه شكل مفروض اوكي اكو كلمات محجوزه اذا استعملناها يعترض علينا زين انت من نمبر خلينا نستعمل مثلا كلمه سته حرف سته ف سواني واحد ثلاثة وخمسة صحيح مجموعة تسعة صحيح احنا أربعة صحيح واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة احنا ثلاثة مو أربعة كاونت المفروض يطلع لي ثلاثة خلينا نشوف ليش أول ما بلش كاونتر صار شنو زاد بواحد وطبع عليه هنا واحد جماعة باثنين هذا خلينا نخليه ويا السم لأن هذا مشروط عملية الجمع مشروطة هنا هذا جماعها أول وتالي خلينا نخليها داخل الإف ستيتمنت إذا كان ما وصلنا للنتيجة أصغر ويساوي فاجمع عليه واحسب الكاونتر اذا وصلنا لا تجمع ولا تحسب الكاونتر اطلع مباشره وطبع النتائج اشكل كلام ماذا نقول له هسه صحيح تصير فندخل قيمه مثلا شويه مثلا 10 تمام الفرديات 1 و3 و5 و7 و9 جمعهم 25 صحح لنا خمس قيم 1 2 3 4 5 خمس قيم هسه خلينا ندخل في القيمه شويه صعبه اللي هي خلينا نقول زين رقم كبير اللي هو
110,000. شوف التنفيذ مالته. إذا كلية الفرديات من الواحد ل 110,000. ايش طولت راح يطول هذا. هسه راح يحسب لي مجموعهم يمكن الدبل ما يكفي. لا والله يمكن. Sum of all odd numbers ما كفى. أول. والcount of all odd numbers 55,000. إن 110 نص ال odd numbers 55,000 صحيح. 110 إيش قد الأعداد الفردية؟ 55 صحيح يعني نصها. مضبوط هاي. بس بس المجموع الكلي غلط لأنه طلع بالسالب يعني تجاوز إمكانيته تجاوز الإمكانية مال long يعني. السام هذا ما قدر يتحمل صار هواية أكثر من طاقته. فخلنا نأخذ شوية رقم ما مبالغ ما بي مبالغة مو لهالدرجة 110,000 صار هواية. خلينا نقول 1500 اللي هو نتوقع 750 مو النتيجة الكاونت 750 صح والمجموع كليته 56,000 وكذا. وهذا إن كليته طبعا الفرديات إيش قد هو كان 1500 فآخر فردي هو 499 وإذا شوفه نازل كله فردي وإذا تصعد لي فوق شوفه طبعا الصفحة ما تكفي أنه تبين الأرقام من البداية لازم يعني فشيء يكفي يعني شوف البفر مالتها إذا تبدي من 919 21 23 على كل هي يبدو أنه الحال صحيح زين. فهسه هذا الجواب البرنامج هذا الفلوتشارت اللي شفناه. هسه أنا أريد أصغره بحيث يطلع كلية مرة واحدة شو أسوي؟ يطلع بسكرين شوت واحدة مثلا كل واحدة لونج أقدر أخليها سوية أحط فارزة وأصعدها فارزة أحط فارزة وأصعدها هذه أصعد فارزة أحط فارزة صارت انتجر واحدة صارت كلهم لونج هي مو انتجر زين. وحطينا هنا فارزات بيناتهم للنيشاليزيشن فبين كليته صفحة واحدة. هذا السؤال وهذا جوابه. هذا ينحل مجموعة كبيرة من الطرق. تقدر if statement تقدر هواية طرق هسه تشوف بعدين هواية طرق متنوعة نفس البرنامج ينحل بها. مثل ايش يعني هسه احنا هاي طريقة لحل البرنامج. خلينا ناخذ نقلها صورة ونشوف شنو طريقة ممكن تصير اخرى بما نحن بدنا نسجل. هسه هاي طريقة معينة هسه خلينا نسميها اود واحد زين. خزنت هاي شنو ممكن الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي كالآتي. اصلا عملية الطباعة كلها تصير داخل الاف ستيتمنت اذا كان اصغر ويساوي اطبع واجمع ويشتغل. واذا مو اصغر ويساوي مثلا اطلع من عندها else شايف. فهاي العمليه كليتها نجي نحطها لقدام وراء ادخال برنامج زين وما يحتاج go to ما نحتاج print ما يحتاج هذا البرنت هذا الليبل اللي شنو نذهب إليه ما نحتاجه. ونسوي if هذا else هذا سوينا if else زين. شو نسوي نقول نبدي ندخل قيمة odd number إذا كان هذا أصغر ال odd number إذا كان أصغر من ال input number أطبع ليه see out current odd number is out هذا كليته نجره هنا تمام. يا جماعة summation زي الكاونتر وش هذا زايد هذا زايد صحيح ال odd number هم زايد لنا ب 1 هذا هم نخليه وياه ماشي. إذا كان هالشكل هو إذا ما كان else
أطبعنا النتائج كليتها. يعني ورا ما تخلص العملية sum of all odd numbers يطبع لنا هذا السام أو counters هذا هالشكل. إذن شلون نكررها؟ شلون نكررها العملية؟ عندنا go to مرة ثانية نقدر نستعملها مثل ما استعملناها من باب أنها سهلة. go to هنا أنا label هذا الليبل اللي هنا نعرفه. شلون نعرف الليبل؟ مجرد نكتبه ونحط يمين نقطتين صار ليبل. ثانية هاي طريقة ثانية أشوفها شوي عبارك البرنامج صار أصغر هسه. أما مرة ثانية خلينا نجرب الشيء سهل الحساب صار 1 3 5 7 9 لأنه هو 9 والمجموع 25 من 5 صحيح. إذا 10 المفروض نفس النتيجة مو صحيح؟ نجرب العشرة. لأن الفرديات جوا العشرة وجوا التسعة نفس القد. عشرة نفس النتيجة. زين؟ إذا جربنا 11 راح تتغير لأنه صار 6 وزاد طبعاً. 25 11 36 صحيح. وهكذا. هاي طريقة ثانية لكتابة البرنامج. أكو طرق أخرى؟ هي أكو طرق أخرى. مثلاً نستخدم for زين؟ نستخدم for statement. شلون؟ نقول for لو صارت صار شوية يعني حلين كافي. for statement خليها نشوفها برنامج آخر إن شاء الله. أعتقد هذا كافي. راح أوقف هسه التسجيل.